عمري ما تخيلت ان ممكن يوصل للدرجه دي. المشكله دلوقتي ان انا متاكد ان في حد مهدده بحاجه ومحفظه كلمتين يقولهم قدام النيابه. بالظبط. صدقتني بقى لما قلت لك انه اتقبض عليه في التوقيت ده بالذات عشان يغلوش على قضيه نهى يخرج صافي. يعني الحكايه عند سليم. الخوف حلو برضه، يخلي اي حد دماغه تلعب بيه يجيب ورقه. الواد قال الكلام اللي احنا عايزينه بالحرف. احنا برضه مش هنسيبه، هنخرجه. طب والجدع المحامي اللي اسمه ياسين ده؟ ده بقى لازم نشوف له مصيبه اشتغل فيها عشان يبعد عننا. يبعد ايه؟ ده عايز يولعها اكتر. المشكله مش فيه، انا عارف ان الواد خاتم في صباعك من زمان. المشكله بقى في اللي عماله ترغي في ودانه. لمحتهم لما كنا في النيابه من بعيد، عماله تزن عليه هو وابوه. فظيعه البت دنيا دي. طب خد اتفرج، قاعدين منتظرين مي. امسك السماعه. ايه ده؟ الله اكبر، الله اكبر يا باشا. خاف على نفسك بقى يا متر من الفيديوهات اللي انا مسجلها لك مع السكرتيره. باشا انا مش قدك والله، والله ما قدك.